أهلا بحضراتكو، تعالوا أحكي لكم حكاية عظيمة، الحكاية اللي هتطلع منها أسطورة، والأسطورة هتقود لحكاية أكبر هي اللي قدمت للعسكرية العالمية أهم ابتكاراتها، وبيها قامت إمبراطوريات وممالك، وبيها انهارت إمبراطوريات وممالك. زمان سنة 53 قبل الميلاد كانت جحافل الجيش الروماني العظيم بتواصل زحفها ناحية آسيا علشان تلتقي بالقرب من مدينة كراهي اللي هي مدينة حران التركية اليوم بجيوش الفرس. نتيجة المعركة كانت محسومة من الناحية النظرية، أكيد يعني 40,000 جندي روماني من أعظم جيوش الأرض في العصر ده هينتصروا على 10,000 جندي من الفرس. الفيالق الرومانية كانت أفضل جنود المشاة في أوروبا، بس كانت في مشكلة واحدة، إنه جيش الفرس ما كانش جيش مشاة، ما كانش جيش بيقاتل على الأقدام. الجنود الفرس كانوا خيالة، جيش من الرماة اللي راكبين خيول، وقدرتهم المتنوعة على التحكم في الخيل وفي الأقواس خلتهم فوق خيولهم وكأنهم يركبون الريح. شكل الدفاع الروماني كان محفوظ، والجنود بيعملوه بشكل تلقائي، وهو إنهم ياخدوا موقع ثابت في أرض المعركة ويعملوا تشكيل مربع للدفاع عن كل أركان الميدان. لكن هذا الدفاع لم يجد نفعا أمام الرماة الخيالة من جيوش الفرس، لأنهم ببساطة كانت عندهم القدرة على الدوران والمناورة حول تمركزات الجيش الروماني، وكانوا بيتحركوا بخفة ويرموا سهامهم ويدوروا تاني ويرموا تاني ثم يختفوا. دي كانت نسخة متأخرة من الحرب المتحركة في مواجهة النسخة الكلاسيكية الأشهر من الحرب الثابتة. جنود الفرس أمطروا الجنود الرومان بآلاف الأسهم، والرومان علشان يدافعوا عن نفسهم نفذوا واحد من أشهر ابتكارات الجيش الروماني، وهو أنهم يصطفوا على هيئة تشكيل تستولو. في التشكيل ده الجنود بيضموا دروعهم على بعض وبيستخدموا باقي الدروع لعمل سقف للتشكيل، فيبقى الجنود مؤمنين من كل جانب حتى من فوق. كلمة تستودو كلمة لاتينية معناها السلحفاء، وهو ده المقصود، إنه التشكيل ده يحقق التدريع الكافي للجنود ككتلة واحدة زي ما درقت السلحفاء أو صدفت السلحفاء بتحميها. ولكن جنود الفرس كان عندهم حل للتستودو، صدفت السلحفاء لن تخترقها إلا المطرقة، والفرس كانت عندهم مطرقة تكتيكية حديدية اسمها المدرعات. المدرعات زمان جدا قبل ما تبقى دبابات ومجنزرات كانت خيول تغطيها الدروع، يركبها فرسان تغطيهم الدروع، كتلة متحركة من الحديد اسمها كاتافراكت. وكاتافراكت كلمة باليونانية معناها الفارس المدرع بالكامل، بالتعريف الأحدث هم الخيالة الثقيلة. خيالة الفرس الثقيلة قدرت في معركة كراهي تعمل ثغرات في درقة السلحفاة الرومانية وتشتت صفوف الرومان، وبالتالي تعرض الجنود لمزيد من هجمات الرومان، والمحصلة كانت سقوط 30,000 جندي روماني بين قتيل وأسير. دي كانت واحدة من الهزائم العسكرية المذلة في تاريخ الجيش الروماني، خصوصا إنه جيش الفرس خسر عدد لا يذكر من جنوده. المعركة دي تحديدا علمت أوروبا دروس عسكرية في غاية الأهمية، بس الأسطورة التاريخية بتقول إنه معركة كراهي كانت فايدتها الوحيدة إن الرومان انبهروا بالقماش اللي رايات الفرس مصنوعة منه، قماش ناعم لامع جميل اسمه الحرير. دي الأسطورة، بس الحقيقة إنه بعد معركة كراهي ازدادت شهية الرومان للحرير، وبالتالي بدأت الصين في بيع الحرير إلى روما ومنها إلى باقي أوروبا في مقابل الذهب والأواني الزجاجية وغيرها من المنتجات الأوروبية. وهكذا نشأ خط التجارة الأهم في التاريخ بين آسيا وأوروبا، واللي مازال حتى اليوم بيحمل نفس الاسم، طريق الحرير. طريق الحرير ما كانش خط تجاري تسير فيه القوافل المحملة بالحرير والسلام، ده كان خط بينقل الثقافة والعلوم والمعارف، وبينقل الرحالة كمان بين آسيا وأوروبا والشرق الأوسط، والخط ده كان السبب في أهم التطورات العسكرية التي عرفها الإنسان.
هرجع حضرتك لمعركة كراهي اللي اتكلمت عنها في بداية الحلقة ولتكتيكات الخيالة. فكرة الخيالة نفسها هي واحدة من أهم واردات طريق الحرير، مش إن الفرس هم اللي اخترعوها، دي حاجة كانت بتتطور في قلب آسيا بقالها قرون قبل معركة كراهي. الحرب في آسيا الوسطى بطبيعتها كانت بتعتمد بشكل رئيسي على الحركة السريعة لمسافات بعيدة، وده كان محتاج ثورة نوعية في النقل. الثورة دي كانت استئناس الخيول وتدجينها وتحسين سلالتها واختيار الأفضل منها. وإحنا النهاردة عندنا عدد كبير من الأدلة الأثرية على إنه استئناس الخيول ظهر في المنطقة التي نعرفها اليوم باسم كازاخستان وجنوب روسيا من حوالي 3500 سنة قبل الميلاد. استئناس الخيول كان الخطوة الأولى، ولكن تحول راكب الخيل إلى جندي خيالة تأخر كثيرا، والحقيقة إنه أخذ مسار غريب جدا وغير متوقع. حضرتك أكيد شفت صور العجلات الحربية التي تجرها الخيول، هذه الصور الموثقة على جدران المعابد المصرية القديمة، وممكن تشوف عدد من هذه العجلات الحربية المصرية ضمن كنوز الملك توت عنخ آمون المعروضة في المتحف المصري، أو اللي هتبقى جزء أساسي من المعروضات في المتحف المصري الكبير اللي هيبقى أكبر متحف في العالم. عارف ده معناه إيه؟ معناه إنه الإنسان استخدم العجلات الحربية التي تجرها الخيول قبل ما يستخدم الجنود الخيالة، قبل ما يبقى في حاجة اسمها سلاح للفرسان. المعروف هو إن الإنسان استخدم العجلات الحربية التي تجرها الخيول في الحروب حوالي سنة 1600 أو 1700 قبل الميلاد في منطقة الشرق الأدنى، والمصريين القدماء تعرفوا عليها وطوروها وخلوها أخف وأسرع نتيجة لحروبهم مع الهكسوس. ولكن استخدام الخيول نفسها وتطويعها علشان تبقى سلاح فرسان منظم، ده حدث لم يحصل إلا حوالي سنة 900 قبل الميلاد، يعني بعد حوالي 1000 سنة من بدء استخدام العجلات الحربية في الحرب. ودي تعتبر من الحاجات الغريبة جداً إنه سلاح الفرسان يظهر بعد استخدام العجلة الحربية بحوالي 1000 سنة. أنا بقول إنها حاجة غريبة لأنه أصلاً إدارة وقيادة العجلة الحربية مسألة صعبة جداً، دي حاجة محتاجة تدرب الخيول على العمل معاً، وبعدين تدربهم على سحب العجلة اللي هيركبها طاقم من شخصين، سائق ومقاتل، وبعد كده هيجي تدريب الوحدات العسكرية اللي بتجمع العجلات الحربية دي على العمل الجماعي. طب يا جماعة، ما كل جندي يركب حصانه ويمسك قوس ويحارب عادي؟ لا، مش عادي. الموضوع ده علشان يبقى عادي، علشان يتم، كان لازم طريق الحرير يقدم لنا ثلاث ابتكارات شديدة الأهمية. أول ابتكار هو الأقواس المركبة، والقوس المركب ده كان بيصنع عن طريق تسخين قرون الثيران أو درقات السلاحف لحد ما تسيح وتلين، وبعد كده يمكن تشكيلها على هيئة قوس مدمج مع قطع من الخشب المرن. هندسة هذا السلاح تعتمد على أن قوة الشد للوتر هتتضاعف، لأنه في الوقت اللي ظهر القوس بينبسط فيه وبيخزن قوة ميكانيكية بيكون بطن القوس منقبض وهو كمان بيخزن قوة ميكانيكية، وبالتالي السهم بيخرج من القوس بسرعة أكبر بكتير من القوس العادي دون الحاجة لزيادة طول القوس، وهو ده السر كله. تخيل نفسك على ظهر فرس وماسك قوس طوله مترين، وعايز تتحول من اليمين إلى الشمال أو من الشمال إلى اليمين زي الميكروفون كده، رقبة الحصان هتعوقك، والثانية اللي انت هتتعطلها دي في النقل من اليمين للشمال ومن الشمال لليمين ممكن تفرق بين الحياة والموت. انت في وسط معركة ومحتاج كل ثانية. القوس المركب كان أقصر بطبيعة الحال، وعلشان كده كان مثالي للاستخدام من على ظهور الخيل. القوس المركب برضو منتج حضاري لمنطقة وسط آسيا، وبحلول الألفية الأولى قبل الميلاد كان منتشر في العالم القديم كله. ولكن صناعة القوس المركب مسألة معقدة جدا، ومكوناته بتيجي من أكتر من مكان، خشب الزان من ناحية وقرون الجاموس أو درقات السلاحف من ناحية التانية، والوتر اللي بيصنع من أوتار الحيوانات ومواد أخرى برضو بيجي من مكان. لازم كل المكونات دي بقى تجتمع مع بعضها في قوس مرن لا ينكسر وفي نفس الوقت قوي جدا. إيه بقى المادة اللي هتمسك المكونات دي كلها في بعضها؟ هنا يجي دور الابتكار التاني،
في مكان ما في أوراسيا من زمن طويل، في شخص عبقري محدش عارفه اكتشف الإجابة في مثانة السباحة لسمك الحفش، وده نوع من الأسماك بتعيش في البحر الأسود، وهو النوع بالمناسبة اللي بيستخرج منه الكافيار. لو قدرت تطلع المثانة أو الحوصلة الهوائية دي من السمكة وحطتها في ماء ساخن، هتحصل على نوع من الصمغ اللزج القوي. الفكرة البسيطة لصناعة الغراء من مثانة السباحة للأسماك كان حدث تكنولوجي عظيم في اعتقادي الشخصي، إنه اكتشاف القرن، لأن القوس المركب ده بنى إمبراطوريات وهدم إمبراطوريات، كان ثورة عسكرية غيرت شكل العالم. يعني ظهور الغراء اللاصق ساهم في ظهور القوس المركب، وظهور القوس المركب أنتج نوع جديد من المحاربين هو الرماة أو الرماة الراكبين، الرماة فوق ظهور الخيل. بس علشان هذا النوع من المحاربين يتحول للشكل النظامي، علشان يتحولوا لوحدة من تشكيلات الجيوش، كان لازم البشر يتوصلوا لطريقة لصناعة كميات كبيرة من الأسهم المتطابقة، وده كان أمر غير متاح. رؤوس الأسهم في البداية كانت متنوعة الأحجام والأوزان، بعضها مصنوع من العظام، وبعضها مصنوع من الحجر الصوان، وبعضها مصنوع من البرونز. أحد أهم الابتكارات التكنولوجية كان اختراع رأس السهم المصبوب، هو مصنوع من البرونز عادة باستخدام السباكة المعدنية، بحيث يمكن صنع عدد ضخم جدا من رؤوس الأسهم التي لها نفس الوزن من هذا القالب. لازم يكون عندك قالب له قلب فيه سقاطة سوكت، بحيث يمكن صب المعدن المنصهر فيه، وبالتالي يبقى بنفس السمك طول الوقت. ولأول مرة يمكن للمحاربين الخيالة شن هجمات سهام منسقة على أعدائهم. رؤوس سهام لها نفس الوزن، في كل مرة بتشد القوس لإطلاق السهام هتبقى متأكد إنك بتطلق سهم بنفس وزن السهم الأخير اللي أطلقته قبل كده، وبالتالي تقدر تحدد المدى والمسافة لرمي السهام. وبالتالي برضو جميع الرماة هيطلقوا السهام اللي ليها نفس الوزن في نفس التوقيت، وبالتالي مسافة الرمي بالنسبة لهم جميعا هتبقى متساوية. خطوة أخيرة كان محتاجها السلاح ده علشان يظهر بشكل نظامي، اللي كان لازم يتغير هو الطبيعة النفسية للمحارب. كان لازم الجنود يتحولوا من جنود أفراد بيحاربوا بشكل فردي إلى وحدات تعمل تحت قيادة قائد عام، تهاجم وتنسحب بناء على الأمر. في الوقت اللي كانت الأقواس المركبة بتنتشر فيه من الشرق إلى الغرب، ورؤوس السهام المصبوبة بتنتشر من الغرب إلى الشرق، كان مفهوم الانضباط العسكري بينتشر في اتجاه الشمال. في وقت ما حوالي سنة 900 قبل الميلاد، اجتمعت تلات عناصر دول سوا في قلب آسيا الوسطى. لما اجتمعت العناصر التلاتة دي مع بعض، أصبح سلاح الفرسان شكل فعال من أشكال القوة العسكرية، قوة من شأنها اختبار أقوى جيوش العالم القديم، الجيش الصيني. علشان السلاح ده يتبلور بالشكل اللي عرفناه بعد كده، كان لازم يدخل تجربة عسكرية جديدة. ظهر ما يعرف باسم اتحاد السهوب البدوي، زاين نيو، ودول تحالف من البدو الرحل يعيشون في سهول آسيا الوسطى، مسلحين بأقواس مركبة وسهام مصبوبة، وحاربوا تحت قيادة موحدة كقوة عسكرية منضبطة، وأغاروا على القرى الصينية، ونهبوا التجارة اللي بين الشرق والغرب، وكدروا الصين، ومحدش كان عارف يوقفهم. الصينيين حاولوا يتصدوا ليهم عن طريق القتال بالطرق التقليدية، القتال باستخدام المشاة والعجلات الحربية، والطرق التقليدية لم تكن فعالة ضد خيالة البدو في الكر والفر. لو حضرتك مزارع، فده معناه إن الشعوب البدوية عارفين مكانك طول الوقت، ما هو بيتك في مكانه طول السنة، ومحاصيلك في مكانها طول السنة، ولما المحاصيل دي تنضج والبدو عارفين إمتى، هيجوا وهينهبوها. في المقابل بقى، لو حضرتك حاولت تطردهم مش هتعرف، لأنهم ملهمش مكان ثابت، البحث عنهم وتحديد مكانهم مشكلة. الصينيين كانوا محتاجين يحاربوا شعوب زاين نيو بجنود عندهم القدرة على القتال بنفس التكتيكات، كانوا محتاجين خيالة. ولكن الجيش الصيني لم يكن يستخدم سلاح الفرسان قبل سنة 350 قبل الميلاد على الأرجح. الجيش الصيني
كان بيقاوم فكرة الخيالة، لأنه في النهاية جيش تحكمه العائلات الأرستقراطية القديمة اللي كانت متمسكة بنوعية معينة من الأزياء ومتمسكة بنوعية معينة من التكتيكات العتيقة، من ضمنها استخدام العجلات الحربية. ده يعتبر ميراث عائلي في الصين، ولكن الضرورة فرضت نفسها، والجيش الصيني استبدل الزي التقليدي الطويل المهرهر ده بسترات قصيرة وبنطلونات علشان تسمح لهم بالقتال من على ظهور الخيل. الظروف الضاغطة عسكريا خلت الصينيين يتغيروا ويتعلموا ركوب الخيل والرماية من على ظهورها بالأقواس المركبة، وبقوا قوة جبارة في هذا النوع من القتال. على ما الصين تدرب سلاح الفرسان بتاعها وتستعد جيدا، كانت بتدفع للشعوب البدوية إتاوة مقابل مرور قوافل الحرير لحد سنة 133 قبل الميلاد، لحد ما استعد الجيش الصيني تماما وقطع الإتاوة دي في عهد الإمبراطور هان وودي اللي أرسل جيشه لقتال شعوب الزاينيو، وانتصر سلاح الفرسان الصيني على البدو، واستولت الصين على مناطق جديدة في هذه السهول، وهدأت طرق التجارة وفتحت آفاق جديدة. ابتكار عسكري جديد هتفرضه التطورات التاريخية، ومصدره هيبقى برضو طريق الحرير. الإمبراطورية الرومانية الغربية ستغرق في الفوضى بعد تمرد القبائل البربرية على السلطة الرومانية، وبعد فشل الأباطرة الرومان الضعفاء في سحق هذا التمرد. ومع تراجع قوة روما، بدأ الرومان خيال المهاجرين اللي أطلق عليهم اسم آفار بتأسيس دولتهم على حدود أوروبا الشرقية، وجابوا معهم ابتكار عسكري جديد من قلب آسيا. جابوا معهم الركاب. بعد حوالي 300 سنة من ظهوره في الصين، كان فرسان الأفار بيستخدموا الركاب على خيولهم. وبحلول القرن الثامن بعد الميلاد انتشر الركاب بين طرفي أوراسيا، يعني من آخر آسيا إلى آخر أوروبا، ودخلت الحرب باستخدامه حقبة جديدة. أهمية الركاب تتعلق بأنواع الأسلحة اللي سمح باستخدامها من فوق ظهور الخيل. أنواع جديدة من الأسلحة كان لا يمكن أبداً استخدامها بدون ركاب. من ضمن هذه الأسلحة السيف الطويل. تخيل أنك راكب حصان وماسك سيف طويل. وجود الركاب هو اللي هيسمح لك أنك تميل وتمتص الصدمات إذا كنت هتستخدم السيف ده في المعركة يعني، وتضرب أهداف ثابتة زي الجنود الموجودة في الميدان. في سلاح آخر مهم برضو وكبير وبقى ممكن استخدامه نتيجة لوجود الركاب. السلاح ده اللي هو الرمح المثبت تحت الذراع. حضرتك ممكن تستخدم الرمح وتقاتل من على ظهر الحصان بدون الركاب، بس لو انت مثبت الرمح ده تحت ذراعك واستخدمت الرمح كسلاح صدمة، ده هينطرك من الجزء الخلفي من الحصان لو مفيش ركاب. انت لازم تثبت في الحصان. معنى الكلام انه الركاب خلى من الممكن استخدام السيوف الطويلة الثقيلة والرماح كأسلحة صدمة مش كأسلحة قطع أو طعن ضد الأهداف الثابتة، وفي نفس الوقت تبقى محافظ على ثباتك فوق الحصان. في وجود الركاب الفارس والحصان بيتحولوا لوحدة واحدة، كتلة واحدة، رجل، حصان، سرج، رمح، كلها دائرة مقفولة مع بعضها لتنفيذ هجوم مؤثر. وده كان عنوان عصر الفرسان في القرون الوسطى. قوة الفارس في العصور الوسطى كان سببها الجمع بين الركاب اللي هو اختراع أسيوي، وبين تكتيكات الصدمة بتاعت الفارس المدرع بالكامل عند الفرس، ومعهم اختراع أوروبي خالص هو الدرع اللوحي المفصل. درع قوي بما يكفي لحماية الفارس من طعنات السيوف والرماح، وفي نفس الوقت خفيف بدرجة كافية تسمح لحامله بالتحرك بحرية على ظهور الخيل أو حتى في القتال على الأقدام. الحروب اللي دارت في القرون الوسطى كانت قوتها الضربة في الفارس المدرع. الخيالة الثقيلة بقوا عماد الجيوش الأوروبية. هؤلاء الفرسان الأوروبيين التقوا بشكل جديد من الفرسان القادمين عبر طريق الحرير من آسيا الوسطى، رجال انطلقوا من سهول منغوليا وغيروا العالم. شعوب من الرعاة أنشأوا أكبر إمبراطورية غزو شهدتها الأرض على الإطلاق، الإمبراطورية المغولية. في القرن الثالث عشر غزا المغول معظم الكتلة الأوراسية من عند بحر اليابان شرقا إلى بولندا والمجر غربا. واحد من أهم إنجازات المغول هو حمايتهم لطريق الحرير
اللي بقوا بيسيطروا على القطاع الأكبر منه. الأوروبيين بدأوا يسمعوا عن اختراع صيني انتشر عبر أوراسيا إلى الغرب، والقصة إنه الكيميائيين الصينيين القدماء كانوا بيعملوا لسادتهم من الأرستقراطيين جرعات عبارة عن خليط من الرصاص والزئبق، كنوع من الاعتقاد إنه شرب هذه المعادن هيؤدي لخلودهم في الحياة، مش هيموتوا. بس هي في الحقيقة سموم تؤدي إلى الموت أو الجنون في أفضل الأحوال. وكان في خلطة تانية بيجربوها الكيميائيين الصينيين عبارة عن الكبريت اللي بيتم تسخينه باستخدام نترات عضوية موجودة في التربة، ومعروفة النهاردة باسم الملح الصخري. بس الخلطة دي لما جربوها اشتعلت فيها النار تلقائيا وأحرقت المعامل، وكانت كارثة. الكارثة إنه حرق الدنيا، وإنه كمان ما طلعش إكسير الخلود. بس الاختراع المفاجئ إنه طلع مادة هتغير التاريخ، البارود. المغول كانوا بيهاجموا المدن الروسية والبولندية بقنابل نارية، دي الطريقة اللي الأوروبيين اتعرفوا بيها على البارود. وبنهاية القرن الثالث عشر كان البارود معروف في أقصى غرب القارة الأوروبية لحد إنجلترا، علشان يبقى كمل مشواره على طول طريق الحرير. بس الأوروبيين اخترعوا نسختهم الخاصة من البارود. فصل جديد من تاريخ المعارك العسكرية كتب في 26 من أغسطس 1346 بالقرب من قرية اسمها كريسي في شمال فرنسا، على هيئة معركة بين جيوش فرنسا وجيوش إنجلترا. الفرنسيين جهزوا خيولهم وعرباتهم الحربية للمعركة، لكن الإنجليز كانوا مجهزين قوة مختلفة تماما، آلاف من الرماة الخبراء. الفرنسيين كان معهم صفوة من رماة الأقواس المرتزقة من جنوة، ودول كانوا مستعدين لمهاجمة الإنجليز قبل هجوم الفرسان الفرنسيين. الهجوم كان مترتب كده، رماة أولا وبعدين فرسان. الملك الإنجليزي إدوارد الثالث كان مستعد، وكان بيدرب رجاله من رماة الأقواس الإنجليزية الطويلة بقاله سنين. الإنجليز استخدموا تكتيك كان جديد تماما، أول مرة حد يشوفه في ساحة المعركة. رماة إدوارد الثالث أطلقوا سيل من السهام الطائرة على هيئة سحابة هائلة ومخيفة. المرتزقة الجنويين شافوا المشهد هربوا فجأة. بس في نفس المعركة كان في سلاح تاني بيظهر برضو لأول مرة في أوروبا، المدافع. المدافع الإنجليزية صبت على الرماة المرتزقة كرات من الحديد والنار. اللي ما ماتش من النار مات هلعا من أصوات المدافع المرعبة. المعركة كانت خسائرها البشرية هائلة. محدش كان لسه يعرف إيه هو المدفع، محدش كان يعرف الانفجارات، ولا مستعد لروائح الكبريت الخانقة. الجنود كانوا بيسقطوا ويموتوا نتيجة للاختناق بالغازات الناجمة عن اشتعال الكبريت. كان موضوع مرعب. فمش غريب إن الرماة بدأوا يهربوا علشان يلاقوا نفسهم في وش زملائهم من سلاح الفرسان الفرنسي اللي كان عليه الدور في الهجوم. الفرسان الفرنسيين كان عددهم حوالي 12 ألف جندي، عدد ضعف حجم الجيش الإنجليزي، وبدأوا الهجوم. بس الفرسان هم كمان سقطوا فريسة للسهام بتاعت الأقواس الطويلة ولنيران المدافع الإنجليزية. الفرسان الفرنسيين حاولوا بكل طاقتهم ينفذوا هجوم ناجح على القوات الإنجليزية، وفي كل مرة كانت الأقواس الطويلة والمدافع تنتصر وتسقطهم من على خيولهم وتقتلهم. معركة كريسي كانت شهادة الوفاة لفرسان العصور الوسطى، والفضل للبارود، أحد الوافدين إلى أوروبا عبر طريق الحرير. استئناس الخيول، الأقواس المركبة، رؤوس السهام البرونزية الموحدة الوزن، ركاب الخيل، سلاح الخيالة، تكتيكات الحرب المتحركة، والبارود، دي بس مجرد أمثلة على الحاجات اللي نقلها طريق الحرير وغيرت التاريخ العسكري في العالم كله. وبكده لم يبقى في هذه الحلقة غير أني أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل علامة الجرس علشان توصلكم الحلقات الجديدة لحظة نشرها، وأدعوكم كذلك للانتساب لعضوية القناة علشان تساهموا في إنتاج مثل هذا المحتوى مع الأعضاء المنتسبين الحاليين اللي بشكرهم وبشكركم جميعاً، وأشوفكم الحلقة الجاية.